السلام عليكم. حنايا الشباب ابناء هذا الحي حي بوغاز الحمد لله تعاوننا بالكبير بالصغير بالشباب بالنساء بالرجال كلشي تعاون. قمنا بواحد العمليه كما كتشوفوا واخا كاينة ساعة وهادي يعني حنا صبرنا قدمنا واحد المجهود كبير للوالدين ديالنا اللي كبارين في هذه الحومة هذه باش يرتاحوا فيها كما يعني الوالدين ما بقاوش كيقدروا يخرجوا كذا يعني يرتاحوا في الحومة ديالهم كنقدموا لهم هادشي هذا هدية. كنتمناو شباب طنجة كلشي زعما يحاول يدخل هاد الفكرة هادي في راسو كما دخلنا احنا في الأول كنا كنسعي فكرة كنسمعوها من الناس الحوامي اللي سمعناهم شحال هادي هادي واحد عامين كنا كنسمعوا الناس كنشوفوا الناس كيصلحوا الحوامي ديالهم تاخذنا هذه الفكره حنا في الاول كانت كتجينا قاصحه هي في الاول كتكون قاصحه ماشي من بعد حدك كتبدا كلشي كيتيسر الحمد لله والحمد لله ما جبرنا شي مشكل مع الناس الحومه كلشي تعاون معنا كلشي الناس باغيين فرحانين بهذا الشيء هذا اللي عملنا وزادوا شجعونا على هذا الشيء هذا. كنتمنوا ربي الحبيب بزاف د الحوايج يزيدوا يزيانوا مثلا بحال الازبال كنتمنوا ديك الازبال نجبروا لهم شي حال مكاميونا ما دخلناش للحومه يعني شي مساعده من عندهم هما وحنا بشويه بشويه يعني اليوم عملنا هادشي هذا غدا نعملوا حاجه اخرى وهي ماشا وان شاء الله تكون طنجه كامله بهذا المظهر هذا. كنشكروا الصحافه اللي جاوا كاملين عندنا وكنشكروا الموقع ديالنا موقع الطنجاوي بهادشي اللي عملوا معنا كنشكروا جميع مغاربه وكنقول لكم عواش مبروكه وعيد الصحه تعيدوا الصحه ولهنا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.